من 20 سنة استلمت الـ LBCI مهمة انتخاب ملكة جمال لبنان. من 20 سنة راهنت الـ LBCI على التميز، وحفلة ورا حفلة كانت ورح تبقى تكسب الرهان. والليلة بالسنة 20 لانتخاب ملكة جمال لبنان، 14 صبية جايين من كل المناطق اللبنانية ومن مختلف الاختصاصات الجامعية. لكل صبية حلم، ومع الحلم رغبة إنه تشارك من موقعها بالتغيير وبنقل صورة مختلفة عن بلد عم يتحدى يومياً ليرجع بلد الجمال، البلد اللي بيحلم فيه كل الجيل الجديد. مباشرة ومن شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال، ترقبوا بعد لحظات الحدث السنوي المنتظر، حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2015. سينتيا سامويل، ديانا بوحمدان، إيلان إبراهيم، جوسلين مصلح، جوال عزار، ماريا طنوس،
ماريانس بيتي. ميليسا جبور. نادين زغبي. نور نصر الله. باميلا إليا. تالار كاماكيان. فاليري أبو شقرة. فانيسا الأخرس. من 1995 لليلة بعده التاج حلم لكتير من الصبايا، وبعده الوطن حلم لكتير من الشباب اللي مآمن اليوم وأكثر من أي وقت بأنه التغيير ممكن، وبأنه لبنان ما رح يرجع الوطن إلا لما منحقق أحلامنا على أرضه مش برا. وبحفلة انتخاب ملكة جمال لبنان اللي عم بيتم الليلة بحضور ورعاية وزير السياحة اللبناني ميشيل فرعون، 14 صبية رح يتجدد معهم التحدي السنة بسهرة ملكية ضيفة السوبر ستار راغب علامة. كلمة الفصل، كلمة الفصل فيها للجنة التحكيم اللي رح تحسم النتيجة، والجمهور اللي موزع بين حضور عم بيتابع الحفل بكازينو لبنان وبين مشاهدين قادرين يشاركوا بالحدث عبر منصات السوشيال ميديا. دقائق الأولى دايماً إلها رهبتها، فكيف لما نبدأ نتقدم أكثر وأكثر من اللحظات الحاسمة؟ بريك أول ومنتابع. مباشرة من كازينو لبنان وعبر الـ LBC International والـ LDC بتابع معكم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2015. كل المشاهدين بإمكانهم المشاركة بهالحدث عبر السوشيال ميديا، وتحديدا من خلال توجيه أسئلة للمشتركات على هالعنوان، ورح يتم اختيار سؤال من أسئلتكم أنتو ليطرح على المشتركات بمرحلة السؤال الموحد. وكمان بتقدروا تتابعوا الحفلة مباشرة على الموقع الخاص بالسهرة وعلى صفحة الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إنستغرام. هدف كل صبية الليلة إنها تخطف الضوء، كل الأضواء، وتقنع لجنة التحكيم بأنها هي الأفضل لللقب. برحب بي مصمم الأزياء العالمي زهير مراد. ملكة جمال لبنان لعام 2004 والممثلة نادين نسيب نجيم. ممثل وزارة السياحة ووزير السياحة ريشار فرعون. المؤلف الموسيقي ميشيل فاضل. ميس فرانس 2012، ملكة جمال فرنسا للعام 2012 دلفين ويسبزر. الممثل يوسف الخال. رئيس بلدية جبيل عاصمة السياحة العربية لسنة 2016 زياد حواط.
رئيسة جمعية Roads for Life زينة القصار قاسم، رئيس تحرير بصحيفة L'Orient Le Jour زياد مخول، ومن لجنة التحكيم عودة للمشتركات. خلينا بهالروبورتاج نتعرف أكثر على 14 صبية جايين من مختلف الاختصاصات والاهتمامات، جايين من كل لبنان. سامويل عمري 20 سنة من سد البوشرية، تلميذة سجاز هاي سكول عين سعادة، عم بدرس راديو تي في كوميونيكيشن ارتس بالقليل. ديانا ابو حمدان 24 سنة من غريف الشوف، تلميذة شوف ناشونال كوليدج، دارسة بزنس ماركتينج بالقليل. إلان ابراهيم 21 سنة من عين الدلب، تلميذة سان جوزيف صيدا، ماستر فيزيك باللبنانية. جوسلين مصلح عمري 23 سنة من كفر متى، تلميذة الويست هيل كوليدج، درست سيفل انجينيرينج بالأيو بي. جوال عزار عمري 19 سنة من جزدين، تلميذة السانكور جديدة، عم بدرس راديو تي في بالأيو ال كاستلي. ماريا طنوس من الطرام الكورة، عمري 19 سنة، تلميذة ديفيد كرم سكول، عم بدرس جورناليزم، ماينرينج ان بوليتيكال ساينس اند انترناشونال افيرز بالال اي يو. ماريانا سبيتي، عمري 20 سنة، من كفر الجنوب، تلميذة الليدي اوف جريس سكول، وعم بتعلم اتش ار بجامعة الاي يو سي اي. ميليسا جابور، عمري 20 سنة، من الزلقة، تلميذة سانكر فرح باب، عم بدرس Advertising and Marketing بالأنديز. نادين الزغبي 19 سنة، من درب أشتار الكورة، تلميذة الليسير سان بيير، بتعلم بيولوجي بجامعة البلوان. نور نصر الله، عمري 23 سنة، من الخيام، تلميذة إيكول دي لاروش بعبدة، عم بدرس فيزيكال اديوكيشن بالانديو الويزي. رامي لقلية عمري 23 سنة من الفوارة شوف، تلميذة نوتر دام دي زابوتر جوني، عم بدرس بيرفورمينج ارتس بجامعة ال جي. تلال كماكيا عمري 20 سنة من علي، تلميذة كولاج دي فرير مولاسال، وعم بدرس كيميكال انجينيرينج بالأوزاك. فاليري أبو شقرة عمري 23 سنة من بيروت، تلميذة سان جوزيف عنتورة، ودرست كوميونيكيشن ارتس بالأليو. فانيسا الأخرس 24 سنة من المروج، تلميذة نوتر دام دو لابي، درست هندسة معمارية بالجامعة اللبنانية. Hallelujah, girl, sent you hallelujah, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot.
to dance, 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 dance. Go, 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 go. الطول متر وسبعين والوزن 52 كيلوغرام. سنتيمتر والوزن 50 كيلوغرام، وبدنا نأكد أنه مرور الفتيات عم بيكون حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم. الطول متر و 68 سنتيمتر والوزن 52 كيلوغرام. وطبعا مرور الصبايا عم بيكون على موسيقى راج المميزة دايما. الطول متر و 74 سنتيمتر والوزن 55 كيلوغرام. سنتيمتر والوزن 49 كيلوغرام.
again. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Maria Tanous, الطول متر وستة وسبعين سنتيمتر والوزن تسعة وخمسين كيلوغرام. ماريانا صديقتي الطول متر و 66 سنتيمتر والوزن 48 كيلوغرام. الطول متر وستة وستين سنتيمتر والوزن 48 كيلوغرام. إذن ميليسا جابور الطول متر وسبعة وستين سنتيمتر والوزن 51 كيلوغرام. Anywhere I fall, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million. نادين الزغبي الطول متر وسبعين سنتيمتر والوزن تسعة وأربعين كيلوغرام. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. الطول متر وثلاثة وسبعين سنتيمتر والوزن خمسة وخمسين كيلوغرام. الطول متر وخمسة وسبعين سنتيمتر والوزن تسعة وخمسين كيلوغرام.
50 كيلوغرام. اللي رفقهم بالموسيقى. 14 صبية رح يتنافسوا الليلة على أمل الفوز باللقب. صبية وحدة رح تحسم المنافسة وتتوج ملكة، ومع اللقب ومجموعة هدايا منشوفها بهالتقرير. لأنه كل بداية بدها عنوان جديد، يسايون ديفلوبمنت بيقدم للملكة أحلى شقة بمشروع أميتيست بمزهر بصليم. لحياة عصرية بقلب الطبيعة، أميتيست بكل ثقة، بيتك جوهرتك. ملكة جمال لبنان رح تربح عقد مرصع بالألماز من دار يسايون ليزين الملكة ويكون جزء من أحلى المناسبات. والسنة حب دار يسايون أنه يقدم لمسابقة ملكة جمال لبنان تاج جديد قام بتصنيعه بكل عناية، إتقان ومهنية عالية. وهالتاج رح ينتقل كل سنة من ملكة لملكة، فالجمال يطول جمال ويضل ذكرى حلوة عجبين ملكة الجمال. بكل حب من يسايون. حتى ملكتنا تخوض مغامرة الجمال بكل ثقة وأمان، شو أفضل من جيب رينيجيد الجديد؟ أناقة، فعالية وكفاءة عالية بليقوا بملكة جمال لبنان. لتاني سنة على التوالي ميبيلين نيويورك بتقدم لمس لبنان، سفرة الأحلام على نيويورك. We love Maybelline New York Levant. سر ميبيلين. بيتك وبكو بيجهزوا بيت الملكة بأحدث الأجهزة المنزلية والإلكترونية. ولأن سهرة الليلة ما بتليق إلا بالملكات، ضيفة اسم احتل دايما الصدارة، تربع على عرش الغناء، انشغل دايما بهم الوطن، وعرف بحبه الكبير وانتمائه للبنان. برحب بضيف سهرتنا لليلة السوبر ستار راغب علامي. المسرح لإلك راغب. Thank you.
بونسوار. بعتقد انا انه في كثير ناس هلا اللي عم بيشوفونا بالعالم عم بيقولوا شو عم بيصير بلبنان. هو حقيقه في صراع حقيقي بين اللي بيشوفوه على نشرات الاخبار السياسيه وبين اللي نحن كشعب لبناني بدنا اياه. بس انا بحب اني اعلم من هون من الاستحقاق الجمالي من خلال LBC انتخاب ملكة جمال لبنان، انه هيدا هو لبنان اللي بدنا اياه، هيدي حقيقة الشعب اللبناني. واللي عم تشوفوه على نشرات الاخبار هو صراع دولي، نحن ما قلنا على قفي لبنان هيك حيدا. بوس العلم وعلي راسك، بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي، وعلي راسك خلي علمك يبقى عالي، جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشو ولو عالريش بيجمعنا لبنان. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشو ولو عالريش بيجمعنا لبنان. جيل جديد ودم جديد رح يبنوا وطن التجديد، لبنان بيبقى وبيضل لما تكونوا ايد بايد. جيل جديد ودم جديد رح يبنوا وطن التجديد، لبنان بيبقى وبيضل لما تكونوا ايد بايد. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشو ولو عالريش بيجمعنا لبنان. نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشو ولو عالريش بيجمعنا لبنان. بوس العلم وعلي راسك خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن. يلا خليك بوطنك، خلي وطنك هو بيكبر فيك، لو عنه بتغيب النهار ارجع له بأحضانه بلاقيك. خليك بوطنك، خلي وطنك هو بيفرح فيك، ولو عنه بتغيب النهار ارجع له بأحضانه بلاقيك. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشو ولو عالريش بيجمعنا لبنان.
مساء الخير راغب عريمي. يسعد مساك. نجم سهرة انتخاب ملكة جمال لبنان لل 2015 ونجم كل السنين. ملكة جمال من بعدك ولا من قبلك؟ يسعد مساك. شو بدي أكثر من هيك راغب علامي شخصياً؟ بسم الله عليك هادية، بكل الأحوال أنا شهادتي مجروحة فيك. راغب، الغنية بتدعي الشباب إنهم يضلون، هيدا يمكن بالأغاني، بالحقيقة أنت شو بتقول لخالد وللؤي لتقنعهم إنهم يضلون بلبنان وما يفلوا بهالظروف؟ أنا ما بقنعهم، جربي اقنعيهم يغادروا لبنان وبعطيك اللي بدك إياه. يلي بيربي على حب وطنه مش ممكن يبعد عنه. أنا قلت بكلمتي بالبداية إنه سياسي وما نشهده بال يعني من مناظر على نشرات الأخبار وهي حقيقة صايرة، يعني هيدا صراع وصراع دولي على أرضنا. نحن سياسة لبنان من وقت الاستقلال ما قدرت استقلت، كان عنا يعني استقلال هيك رمزي، بس الحقيقة ما كان في استقلال عن مؤامرات دول العالم وغطسنا فيها وسبحنا فيه. اليوم بعتقد انه الجيل الجديد اللي حكيت عنه بالاغنيه اليوم هو دوره يرجع يغير بالانتخابات، يغير الزعماء يلي هن ما جابوا له حقه ولا صحه ولا طبابه ولا كهرباء ولا مي، يغير فكر انه الشاب اللبناني يروح بس يزقف للزعيم ويقله انك انت ايه اللي بدك ايه، بس هو ما عم يعمل له شيء. شكرا لك راغب، نحن فرحين بهالمشاركه وبموقف خالد ولؤي، وطبعا سيكون عنا عده وقفات معك اليوم. اذا مشاهدينا رح نرجع نستمتع بحضور السوبر ستار راغب علامي خلال السهرة، والمرشحات الـ 14 رح يأسروا كل الحضور بإطلالة مختلفة، ولكن بعد هيدا البريك. الموعد بيتجدد عبر الـ LBCI والـ LDC لاختيار صبية بتليق بلقب ملكة جمال لبنان. المرحلة الأولى من التصفيات بتتطلب اختيار 9 مرشحات من الصبايا الـ 14، وعلامات المرحلة الأولى مقسومة لقسمين، 50% من العلامة على الإطلالة بلباس البحر، و 50% على المرور التالي بفستان السهرة. وعدتكن بإطلالة مختلفة للمشتركات قبل البريك، والإطلالة المختلفة تحمل دايما توقيع واحد، المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ومجموعة البخيتا بوختي ريزورت 16. زهير مراد حجز بسرعة كبيرة مكان لإله على الساحة العالمية، جال العالم بتصميماته وألبس أبرز نجوم هوليوود والشخصيات العالمية، شعاره دائما الابتكار والتميز. زهير مراد خصص صبايا ملكات جمال لبنان اليوم بتصاميم من إبداعه وزاد على جمال جميل. كل صبية تحلم أن تلبس من تشكيلته المتنوعة وتبرز جمالها وأنوثتها بأبهى طلة. We'll be right back.
Sasha Samuel. There's a place you can go, I said to your man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get Diana Abu Hamdan. My life.
جبور. Systematic, hydromatic, wide greased lightning. Nadine Zorbi. أبو شقرة Mm-hmm.
بعد مرور المشتركات بلباس السهرة في نتيجة رح تعلن هلأ. اسم واحدة من بين ال 14 صبية، صبية واحدة رح تحصل على لقب Miss Personality 2015. والاختيار حسم وفق مرحلتين، 50% من الاختيار اعتمد على تصويت المشتركات لوحدة من زميلاتهم، وال 50% التالية كانت من اختيار Maybelline نيويورك، الراعي الرسمي لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان ال 2015. إذن مين من بين الصبايا ال 14 رح تكون Miss Personality لسنة 2015؟ مين صبايا؟ افتح الزرف. Miss Personality 2015 هي ميليسا جابور. مبروك لميليسا. إذا ميليسا هيدا الاختيار كان لأنه زميلاتك وميبلين اختاروك. أما التسع صبايا اللي رح قلهم مبروك مع انتقالهم للمرحلة التالية واللي بتوصل الوصيفات لللقب والملكة للتاج، تاج صمم خصيصا لمناسبة مرور 20 سنة على استلام الـ LBCI، مهمة تنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، فبعلن عن أسمائهم بعد هالبريك. مباشرة من كازينو لبنان بتابع معكم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2015. لقب بشكل حلم من أحلام كتيرة عم ترفض تنكسر بهالبلد، ومع الأحلام في حقوق. كل مشتركة بحفلة الليلة مآمنة مثل كل شاب وصبية من الجيل الجديد إنها من أبسط حقوقنا لنعيش ونستمر ونحلم. حقق اتنفس ع أرض نضيفة، حقق احلم ببكرة وما خاف، حقق اتظاهر وعبر عن رأيي، حقق أنا آخذ القرار، حقق لاقي شغل بهالبلد، حقق عيش هون وما سافر، حقق اتعلم وأكبر وأحلم، حقق اظهر وارجع عالبيت سالمة، حقق عيش ببلد آمن، حقي ابقى حد أهلي لما يكبروا، حقي ما خاف من بكرة إذا كبرت، من حقي شوف لبنان اللي كانوا يخبروني عنه أهلي، من حقي يرجع لبنان وطن يحمينا وأحميه. بتشمس الدنيا ويا لبنان بحياة بدها تخلص الدنيا.
بتعكس جزء من علاقتنا بوطن. كل الحكي عنه بيبقى قليل. وشكرا لباميلا على الأداء المنفرد اللافت. صعب نختصر معركتنا مع الحقوق ومدى انتمائنا للوطن بدقائق، بس أنا هلأ رح أختصر الوقت وأعلن عن أسماء التسع صبايا اللي رح ينتقلوا معنا للمرحلة الثانية من المنافسة. إذن تسع صبايا اختارتهم لجنة التحكيم، وبعلن عن الأسماء بشكل عشوائي تماماً، يعني بأكد إنه الأسماء منا جاي أبداً بأي ترتيب لا أبجدي، وأكيد ما خصوا بعلامات لجنة التحكيم. Good luck صبايا. أوكي صرنا جاهزين. أول اسم بينضم معنا للمرحلة النصف النهائية هو اسم لصبية مش شقرة، سمرة وطويلة، ماريا طنوس. مبروك ماريا. الاسم الثاني اللي بده ينضم لماريا هالمرة مش سمرة، بس مش كتير 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 شقرة، شاتين تالار كماكيان. الصبية الثالثة اللي حتنضم لماريا ولا تالار هي صبية شقرة، سينتيا سامويل. إذن بعد سينتيا، تالار وماريا صار الوقت انه تنضم لنا صبية سمرة هي ميليسا جابور. ماريا، تالار، سينتيا، ميليسا حتوقف حدكن هلأ. فاليري أبو شقرة. وهلأ بدي أطلب من جانا أبو حمدان إنها تنضم لإلنا. بعد في ثلاث أسماء. الاسم التالي هو لنور نصر الله. إذن بعد في اسمين لنوصل للمرحلة النصف النهائية. الاسم ما قبل الأخير هو بدي أطلب من جوسلين مصلح إنها تنضم لنا.
إذن مشاهدينا 8 صبايا انضموا لنا وفي اسم واحد بده ينضم للمرحلة النصف نهائية لينتهي من بعدها يمكن حلم بعض الصبايا اللي موجودين على المسرح. الاسم الأخير اللي انتقل للمرحلة النصف نهائية هو فانيسا الأخرس. مبروك للصبايا التسعة، وبدي حيي كل مشتركة ما حلف الحظ. عدم وصولكم للنهائيات ما بيعني انه اصراركم وتحديكم لازم يخلص. المرور الاول بالمايو والمرور الثاني بفساتين السهرة رح يشكلوا 75% من علامة المرحلة الثانية من المسابقة. اما علامة السؤال اللي رح يتوجه هلا لكل صبية من اعضاء لجنة التحكيم فبتشكل 25% لتكتمل بعد النتيجة ويتم اختيار 5 مشتركات للتصفيات النهائية. المطلوب إذن من الصبايا تجاوز رهبة الموقف، الثقة بالنفس لإقناع أعضاء لجنة التحكيم بالأجوبة. وأنا ما بحسد أبداً الصبايا هلأ على هيدي الوقفة، فعلاً ما حدا بيعرف صعوبة الوقفة على المسرح إلا اللي اختبرها، فياريت الجميع ياخذ بعين الاعتبار هيدا الشيء. على كل بطاقة من البطاقات اللي معي في اسم شخص من أعضاء لجنة التحكيم اللي رح يطرح سؤال على واحدة من الصبايا التسعة. بدي اطلب من ماريا طنوس انها تتوجه لعندي. ماريا اوكي. Et donc la première question est à Miss France Delphine Vespierre. سؤال أول هو لملكة جمال فرنسا دلفين بسبيير. بسبيير. Bonsoir. Alors ma question est si je ne devais amener avec moi qu'un seul message ou qu'une seule image du Liban jusqu'en France, laquelle serait-elle d'après vous? إذا بدك تاخدي معك صورة واحدة أو رسالة واحدة من لبنان إلى فرنسا، أي صورة حتاخذي أو أي رسالة؟ بونسوار. فرنسا معروفة بلبنان إنها أمنا الحنونة، وكان لها دور كثير بنهضة لبنان وتأسيسه ووضع عدة قوانين فيه. إذا بدي آخذ صورة لفرنسا من لبنان، الأكيد إنه يمكن وصل لها شوي مشاكلنا، بس الأهم إني وصل لها فكرة واحدة إنه لبنان بيبقى بجماله، لبنان بيبقى بشعبه صامد وحلو مثل ما عرفتوه من زمان ومثل ما رح يضل. Donc la France est un pays bien connu au Liban vu l'histoire franco-libanaise commune. Et donc vous connaissez très bien le Liban et vous l'avez très bien connu auparavant. Ce qu'elle va transmettre avec elle, c'est le meilleur qu'il y a aujourd'hui au Liban pour que vous gardiez cette image charmante de ce pays que vous connaissez si bien et que vous aimez si bien. Ezan, لجنه التحكيم عم توضع بهاللحظات العلامات اللي بتلاقيها مناسبة لإجابة ماريا. شكرا لإلك. فالار كاماكيان. بدي أطلب من ريشار فرعون إنه يطرح السؤال على تالار.
بونسوار دلال. وزارة السياحة أطلقت 3 مشاريع لتنشيط السياحة بلبنان. رح أقول لك إياهم. عندك السياحة الريفية، السياحة الدينية، ودياسبورا بروجرام، أنا اسمه دياسبورا للمغتربين. إذا أنتو خبتي بتعرفي إنه ملكة جمال لبنان هي الوجه السياحي أكثر شيء للبنان، يعني وقت تطلعي وقت تطلع ملكة جمال لبنان هي بدها تمثل لبنان بكل النشاطات السياحية العالمية. أوكي. إذا أنتو خبتي ملكة جمال لبنان، شو بكون دورك لإنجاح ودعم هالثلاث مشاريع السياحية يلي هي السياحة الريفية، الدينية، والدياسبورا للمغتربين؟ Thank you. إذا طلعت ملكة جمال لبنان بساهم وزارة السياحة بطلتي بحضوري بكل شيء بيعملوه، كل شيء بيعملوه، كل مقابلة بيعملوها، كل نشاط بيعملوه، بساهم بحضوري بطلتي بجمالي توصل كل أهدافهم للشعب اللبناني. شكرا تالار. إذا نحن بانتظار إنه تطلع النتيجة الخاصة بسؤال تالار. طبعا هي ما حتطلع ولكن طلعت على أجهزة الكمبيوتر. شكرا لإلك تالار. سينتيا، إذا سينتيا سامويل اختارت يوسف الخال إنه يطرح عليها السؤال. مساء الخير سينتيا. مثل ما عم نشوف، عم تسمعيني مزبوط؟ مثل ما عم نشوف إنه النظام بلبنان ما عم يتغير لأنه الطائفية بصلب حياتنا. شو بينقص برأيك للحراك المدني حتى يغير النظام؟ ركزي. عدد ناس أكبر، مفكرين أكثر، أو صبر وإصرار ووقت؟ هي بالنهاية حراك المدني عايزين الثلاثة. أول شيء المجتمع اللبناني حاطين براسهم إنه بدهم يحققوا حقوقهم وعم يمشوا على الطريق الصح. برأيي أكيد لازم كلنا نجرب قد ما فينا ننزل معهم ونكون مجمع كبير كرمال نوصل للمرحلة اللي بدنا نوصل عليها. ثاني شيء المواقف السياسية. عدد ناس أكثر، مفكرين أكثر، أو صبر وإصرار؟ أوكي. عن مفكرين أكثر، بالنسبة لإلي بس بالإذن مفكرين أكثر قصدك؟ خليني أقول إنه سينتيا لغتها العربية نظراً لوجودها بالخارج لبنان لفترة كثير طويلة من عمرها. مثقفين أكثر، نعم. يديروا intellectuals. مش بقى. أنا برأيي أكيد لازم يكون في intellectuals أكثر، بس intellectuals لازم يكونوا عم بيوقفوا معنا وعم بيسمعونا كرمال نحن نقدر نمشي مع بعض. بالنهاية نحن وطن. وطن لازم نمشي سوا كرمال بلدنا. وثالث شغلة إصرارة وعزيمة أكثر. إذا بانتظار ثواني قليلة لنقدر. إذا طلعت علامة على الكمبيوتر. شكرا لك سينتيا. ميسا جابور، بدي أطلب من زياد مخول إنه يطرح السؤال على ميسا. لا بونسوار ميسا. مساء الخير. انت جاهزه للسؤال؟ اكيد. اوكي ميليسا، بدنا نعتبر انه انا رح اعطيكي مجال تكتبي مقالين او ثلاثه بجريده الاوريون لوجور. مقالين ثلاثه عن اي موضوع بتريدي بهدف
يا انه تساعد اللبنانيه تساعدينا نحن نغير شوي عقليتنا طريقه تفكيرنا، يا تسلينا نحن اللبنانيه وتموهينا لانه عايشين ايامات منا كثير 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 مهضومه. بحيلا مجال بدك اياه، بيئه، اقتصاد، ثقافه، رياضه، سياسه، محليات، اقليميات، بدك اياه، شو بيكون الموضوع اللي بتنقيه وليه؟ اولا كلنا بنعرف مشكله النفايات الكبيره اللي لبنان عم يقطع فيها، وهيدي المشكله مش مقبوله بقى، فلازم كلنا كلبنانيه نفكر بهالمشكله بالاخص، وهيدي رح تكون العنوان الاول للمقال. ثانيا ما رح كفي بالنيجاتيفيتي مثل ما بيقولوا، ورح اكتب مقال بيعبر عن صمود الشعب اللبناني رغم كل التحديات ورغم كل المشاكل، عم بيضل واقف على اجره. فبدي اعكس هالصوره البشعه واحكي عن جمال المواطن اللبناني وقوته. شكرا ميليسا. بدنا نضلك معنا شوي الى ان يوضعوا العلامات الخاصه باجابتك. شكرا لك ميليسا. فاليري ابو شعره. بدي اطلب من السيده زينه قاسم انها تطرح السؤال على فاليري. بونسوار فاليري. اليوم عم نحتفل بانتخاب ملكه جمال لبنان، وان شاء الله تكون كلكم وحده منهم، وكلنا بانتظار ننتخب انتخاب رئيس جمهورية للبنان إن شاء الله قريبا. طلع رئيس الجمهورية وقرر مع رئيس الحكومة يشكل بالتعاون مع رئيس الحكومة أول حكومة فيها أكترية من النساء، وطبعا أهل السياسة من الرجال معترضين. شو بتقولي إنه لازم يقول لحتى يبرر عن يدافع عن قراره ويقنعهم لأهل السياسة ينتخبوا النساء بهذه الحكومة؟ أول شيء المرأة قدرت أثبتت بمجتمعنا، قدرت أثبتت حالها ووصلت لمواقف عالية، وقدرت تكون هي رئيسة جمعيات، ومش بس جمعيات، رئيسة قضايا، وقدرت تدافع عن حالها. ف بقول لهم انه المرأة ما بينقصها شيء، انتم بينقصكم انه توثقوا فيها للمرأة كرمالها تقدر تثبت حالها، كرمالها تقدر توصل صوتها، لأنه بالنهاية المرأة هي اللي بتقدر تجمع عقلها وقلبها، ولكن الرجال بس بيجمع عقله، والقلب هو اللي بيوصل للسلام مش العقل. إذن جواب فاليري، ثواني. إذا طلعت النتيجة على الكمبيوتر برجع بقول لإجابتك فاليري. ديانا أبو حمدان تفضلي لعندي. بدي أطلب من رئيس بلدية جبيل زياد حواد أنه يطرح السؤال. بونسوار ديانا. بونسوار. اليوم كلنا بنعرف انه الصورة اللي عم تنقل عن لبنان هي صورة لبنان، النفايات، المشاكل، النزاعات، الشلل العام بالدولة، الفراغ برئاسة الجمهورية. في حال فزتي كملكة جمال لبنان، كيف فيك تكوني مثل مدينة جبال اللي صارت سفيرة لبنان بمختلف بلدان العربية كعاصمة للسياحة العربية، تقدر توصلي رسالة حلوة عن شعب لبنان، عن إرادة اللبنانيين وعن حبهم وعشقهم للحياة؟ مساء الخير. أول شيء إذا انتخبت ملكة جمال لبنان وسافرت لبرا، أول شغلة بقول لهم إياها إنه نحن على طول لما نحكيهم عن لبنان نحكي لهم عن جمال طبيعته، عن أرضه، عن تراثه وتاريخه، بس ننسى نحكيهم عن شعبه الصامد.
هيدا اللبناني يلي بالرغم من كل يلي مرق عليه، بالرغم من كل الصعوبات اللي قطع فيها، الحروب الأهلية والداخلية والخارجية والفتن الطائفية يلي عم يعملوها، قدر يكفي ويصمد ويوصل. بعده كل يوم الصبح بفيق بيسمع فيروز، بيعلق بعجقة سير لحتى يوصل على شغله، وبيرجع شي بفكر وين رح يروح يسهر ويدهر ويتعشى، لأنه بحب الحياة ولأنه بيعرف يعيش. بقول لهم تعلموا منا. ليك دلكم. إذن أدي أقنعت ديانا لجنة التحكيم بجوابها. هذا شيء بنعرفه بس بمرحلة كتير لاحقة. شكرا لك ديانا. نور نصر الله تفضلي لعندي. بدي أطلب من مصمم الأزياء العالمي زهير مراد إنه يطرح سؤال على نور. على فكرة من أول السهرة قلت لها نور حيطلع سؤالها لإلي، ما بعرف ليه حسيت هيك. وهي كتير حلوة على فكرة، وأنت من اليوم طير العقل طالع. ثانك يو. بونسوار نور. سؤالي كتير هين. إذا أنت كنتي محلنا بلجنة الحكم، عشو بتركزي أكتر شيء بنظرتك للمرشحات باللقب بسليبانون؟ مساء الخير. إذا كنت محلكم أكيد وإلي الشرف، أكتر شيء بركز عليه هو مش بس الجمال الخارجي، هو الجمال الداخلي، هو تواضع البنت الصبية، هو ثقافتها علمها. إذا فعلاً رح تقدر توصل رسالتها خلال السنة اللي هي حتكون متوجة فيها وتنقل لبرا صورة لبنان الحلوة، وتخلي العالم كله يفكر إنه إذا لبنان شايفينه بطريقة مش مزبوطة، لا، لبنان حلو، لبنان عنده جمال، عنده خضار. شكراً. شكرا نور. بدك تضلك هون الى ان تصوت لجنه التحكيم على اجابتك. بعد في عنا بعد نور صبيتين وبتنحسم نتيجه الفاينلس. اذا ثواني قليله وبتخلص عمليه تصويت لجنه التحكيم. شكرا لك جسلين مصلح. الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين مجين. بونسوار. سؤالي منه صعب. إذا كنت بلجنة حكم لبرنامج بيخرج أصوات حلوة ليصيروا بعدين فنانين وستارز، وبقي عندك مشتركات اثنين بدك تنقي منهم الرابحة، واحدة منهم صوتها كتير حلو بس جمالها عادي، والتانية جمالها كتير حلو بس صوتها عادي، مين بتنقي بيناتهم وليش؟ مساء الخير. بما انه هيدي مسابقة فن، الجمال الخارجي طبعا كتير مهم، بس انا بختار الصبية اللي صوتها حلو، لأنه الشكل الخارجي ممكن تشتغل على حالها وتطور حالها وتصير بنت حلوة، بينما الصوت هي هبة من الله ما فينا نغيرها. ميرسي. إذن ثواني قليلة بدك تبقي معنا جوسلين على المسرح إلى أن صوت لجنة الحكم على سؤالك اللي كان شوي غير فني أكثر ما هو وطني هالمرة. أوكي. شكرا لك جوسلين. فانيسا الأخرس ما في داعي تسحبي، بده ميشيل فاضل يطرح عليك السؤال. بونسوار طلاق. طلاق من زمان، من 40-50 سنة، كان وقتها بدنا نبعث مكتوب، مش نحن، وقتها حدا بده يكتب بيبعث مكتوب ياخذ شهر وشهرين تيوصل. اليوم مع التكنولوجي، مع الانترنت، واحد بتاني بكوكب باخر الكوكب بدقيقة واحدة بتتعرف على حدا وبتبعتي صورتك. بس بدي صلح لك انه اسمها فانيسا مش طلال. فانيسا، سوري، فانيسا. انا سؤالي لك هو، بتآمني بالحب
اللي هو مع تكنولوجيا جديد او يعني انت بتحبي مثل ما اهلك حبوا او مثل ما انت بتحبي اليوم. بونسوار. اول شيء اكيد الحب ما بيعرف مبادئ ولا قوانين. بآمن بالحب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بس بالعكس الحب هو لازم يكون في روابط مباشرة بين الطرفين تيقدروا يتفاهموا بين بعض. وسائل التواصل الاجتماعي صحيح أنه ربطت العالم كله ببعضه، بس بضل ناقصها كتير أمور أنه بعدت الناس عن بعضها وفككت الروابط الاجتماعية. مرسي. شكراً لك. إذن هاي العلامة اللي عم تضعها هلأ لجنة التحكيم هي حاسمة بشكل جذري، لأنه هي اللي حتقرر من هن الخمسة فاينالست نظراً أنه أنت آخر مشتركة. شكراً لك. إذن مشاهدينا، أعضاء لجنة التحكيم وضعوا علاماتهم على الأسئلة. خمس مرشحات بس رح ينتقلوا لمرحلة السؤال الموحد. السوبر ستار راغب عليمي رح يكون معنا بموعد تاني خلال السهرة، والأنفاس رح تبقى محبوسة حتى اللحظة الأخيرة. فمين هي مس لبنان 2015؟ الجواب بعد البريك. كازينو لبنان وعبر شاشة الـ LBCI والـ LDC تسع صبايا عم يتنافسوا على لقب ملكة جمال لبنان الـ 2015. وقبل ما نكمل المنافسة، دعوة لكل الحضور، لكل المشاهدين، لكل اللي بيحب لبنان، تعوا سوا نحضر نتحدى ونحكي سوا عن لبنان. ما تسأل من وين مبلشين، لحالك رح توصل، رح تلمس أبسط الأشياء وتتلاقى بأصدق الناس. عوجوهن سنين من التعب والأمل، عيونهم بتضحك وقلبهم بيخفق إصرار وتحدي. تعا وما تسأل لوين المشوار، كل الطرقات بتودي. تعا وما تسأل لوين رايحين، رايحين مطرح ما الحياة أخذتنا. رايحين نحلم ونكبر ونواجه ونعيش ونرسم الوطن مثل ما نحنا شايفينه. رايحين؟ لا، هون رح نضل، هون رح نبقى. من هون نحنا بلشنا، من هون نحنا مكملين. جيل ورا جيل نستلم هالأمانة، أغلى أمانة. هون كل يوم بتكتشف شي جديد، كل يوم في ذكرى جديدة وفي صورة بتخبرك مية خبرية. تعا ما تسأل ليش مبسوطين، يمكن لأنه العيلة حدك، عيلتك اللي بتبقى بر الأمان، هن اللي بيبقولك، بيضلوا حدك لآخر يوم من عمرك. تعا وما تسأل أيمتى منوصل، بدي أخدك على كل ضحكة حكتها، على كل ذكرى بلشت وما خلصت. بدي أخدك تشوف لوحات انرسمت هون ومش من خيال، لوحات بتنحني قدام اللي خلقها. قد ما أحكي لك وقد ما أصف لك ما رح تصدق لتشوف بعينك قطعة من السحر وحكي فيها كل العالم. تعا وما تسأل عن الوقت، هون قد ما تكبر ترجع طفل صغير
وقد ما عتقت الذكريات ترجع تخلق من جديد. تعا وما تسأل كيف مكملين. نحن شعب بيواجه أصعب الظروف. نحن جيل ما بيأس وبيآمن دايما بالتغيير. وقد ما تعب هالقلب بيرجع ينبض من جديد. تعا وما تسأل إذا مأخرين. تعا نبقى لأن هون رح نبقى بلبنان. نبقى لأنه هون رح نبقى ولو شو ما صار بدنا نبقى ممسكين ببلدنا وبأرضنا وممسكين برغبة التغيير لتنتصر الصورة الحلوة. ووحدة من هالصور الحلوة حدث الليلة على الواقع المر اللي عم بحاصرنا. وهلأ صبايا صار وقت إن أعلن أسامي الفايف فاينالست. مغلف صار معنا. اسم الصبية الأولى اللي انضمت للمرحلة النهائية هي سينتيا سامويل. الصبية الثانية بدي أطلب من الصبية ماريا طنوس إنها تنضم لإلنا. أما الصبية الثالثة فهي بدي أطلب من نور نصر الله إنها تنضم لإلنا. بعد في صبيتين وبيكتمل عدد الخمسة. الصبية ما قبل الأخيرة اللي انتقلت لمرحلة أو المرحلة النهائية هي بدي أطلب من فاليري أبو شقرة أنها تنضم لإلنا. وأخيراً بقي اسم واحد. اسم واحد لصبية بعد مكفة مشوارها باتجاه التاج واللقب. هالصبية هي بدي أقول لجوسلين مصلح إنها تنضم لإلنا. مبروك سينتيا، ماريا، نور، فاليري وجوسلين. لكل الصبايا اللي ما حالفن الحظ بدي قلكن انه التحدي ما لازم يخلص من جولة واحدة. وقدي في صبايا بلبنان وبالعالم قدموا على ميسات وما حالفن الحظ بس فعلا كتير يعني برعوا ونجموا بمجالات اخرى. اما الصبايا اللي وصلوا للمرحلة السؤال الموحد فبقلن انه النتيجة هلأ صفرت كليا. سؤال موحد رح يحسم النتيجة ويختار من بيناتكن انتو الخمسة ملكة. الكاسكيت عم تنوضع بهاللحظات. بدي شير انه السؤال الموحد من اختياركن انتو الجمهور على السوشيال ميديا. فاليري، فاليري أي مطلب أنت كملكة جمال لبنان ممكن إنه تتبنيه بس مش بس تتبنيه وتنزلي كرماله على الشارع لترفعي الصوت؟
المطلب اللي بيجي على بالي أول شيء هو مطلب يلي هلأ كل الشعب كله نزل كرماله، يلي هي أبسط حقوق الشعب، يلي هي الكهرباء والمي وحق الطبابة والتعليم وأبسط حقوق الشعب تنزل كرماله على الشارع. إذن لجنة التحكيم عم توضع علامات خاصة بجوابك فاليري. لحظات قليلة. شكرا لك فاليري. نور، نور، السؤال الموحد هو أي مطلب أنت كملكة جمال، كملكة جمال لبنان ممكن انه تتبنيه، بس مش بس تتبنيه، وانك تنزلي كرماله على الشارع لترفعي الصوت. بطلب تنظيف البلد، بنزل كرمال النفايات وبقول للشعب انه ما تحطوا بس الحق على الدولة، بلشوا من حالكم. كمان حابة كتير نتمنى موضوع فرز النفايات بكل منزل بالبيوت اللبنانية. شكرا. شكرا نور. نور، إذن لجنة التحكيم عم توضع هلأ علامات ممكن تكون مصيرية لإلك. شكرا نور. سينتيا مش الحق؟ أوكي. سينتيا، أي مطلب أنت كملكة جمال لبنان مستعدة أو ممكن أنه تتبني، بس مش بس تتبني، وأنك تنزلي على الشارع وترفع الصوت كرماله؟ كمالكة جمال لبنان في كتير إشياء بقدر أعملهم كرمال البلد، بس شغلة الوحيدة اللي أنا حابة أكتر شيء أشتغل عليها هي أكيد رئيس جمهورية، لأنه نحن هلأ بلد صرنا سنة ونص ما معنا رئيس جمهورية، والجسم بلا راس ما بيمشي. مرسي. شكرا سنتا. إذن لحظات، حنستبقيك لحظات على المسرح معنا. شكرا سنتا. ماريا، ماريا، أي مطلب أنت كملكة جمال لبنان مستعدة أنك تتبني، ومش بس تتبني، تنزلي على الشارع وترفع الصوت كرماله؟ بونسوار. كل مطلب عم بيطالب فيه الشارع اللبناني اليوم مطلب محق، ويعتبر من أبسط حقوق أي مواطن عايش بأي بلد. الشعب اللبناني عانى كتير، ويمكن طفح الكيل تحس انه صار لازم ينزل على الشارع وتوحد لقضايا بتمس حاجاته اليومية. القضية اللي انا بنزل كرمالها حاليا هي قضية النفايات، لانه عيب، ولانه هيدي من ابسط حقوق المواطن انه يعيش ببيئة نظيفة تحميله صحته وصحة ولاده. شكرا ماريا. إذن اللجنة بهاللحظات عم توضع العلامة ما قبل الأخيرة للمشتركة، ما قبل الأخيرة. شكرا. شكرا ماريا. والفايناليست الأخيرة جوسلين. جوسلين، أي مطلب أنت كملكة جمال لبنان ممكن أنه تتبنيه، ومش بس تتبنيه، تنزلي على الشارع لتعلي الصوت كرماله؟ مساء الخير. في كتير من المطالب أنا بتمنى، مطالب أساسية أنا بتمنى أنه يسمعونا ويحققوا لنا إياها، بس أنا بالنسبة لي المطلب الأساسي هو إلغاء الطائفية السياسية، خاصة ببلد مثل لبنان بيحكم 18 طائفة. خلصنا بقى من هالنزاعات وهالصراعات يلي حكمتنا وصلها عم تحكمنا كتير من سنين. بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بلبنان
منحبه كلنا ومنحلم فيه كلنا، بدنا نحقق مستقبلنا هون وبدنا نعيش كلنا هون. مرسي. شكرا جسلين. كل الجمهور مع إلغاء الطائفية بالكازينو اليوم. إذن بانتظار العلامة الأخيرة اللي حتوضع الليلة لجنة التحكيم الخاصة بانتخاب ملكة جمال لبنان، وضعت العلامة. شكرا لك جسلين. هيدا كان آخر جواب. بدي أشكر الصبايا الخمسة. عم نقرب أكثر وأكثر من نهاية السهرة ومنقول التحضيرات للنهاية. أسماء واكبت الحدث، رافقت المشتركات للقب، دعمت حلمهم وكانت الراعي الرسمي لهيدا الحدث. كل صبية بتحلم، كل صبية عندها طموح. الحياة مش دايما سهلة، ما في شي بيوقف بطريقنا لنحقق أحلامنا. منواجه ومنتحدى تنوصل. شخصيتنا وثقتنا هن يلي بيساعدونا نختار. رح نوصل مش كرمال الغير، كرمال حالنا، كرمال نثبت انه الجمال بيربح. الجمال يلي بيعكس شخصيتنا الحقيقيه. وما تنسى الهدف الاساسي، خليك على طبيعتك، كوني جريئه، خلي جمالك يعكس يلي بقلبك ويعكس قوتك وتصميمك. صرنا بشخصيتنا، صرنا مايبلين. قبل أي انطلاقة، صبايا ملكات جمال لبنان دايماً على موعد مع قهوة ما بتتفوت، وما بتحلى القعدة إلا مع كافي نجار. صبايا ملكات جمال لبنان لهالسنة تحت ضغط كبير ومسؤولية أكبر، وليخففوا عن حالهم شو في أحلى من إنه يبلشوا نهارهم مع بابلو. أحلى الأوقات رح تنطبع بذاكرة كل وحدة من الصبايا الـ14. سوا رح يخوضوا تجربة من العمر، وسوا رح يتعلموا منا الكتير. تجربة تتمناها كل صديق. صداقات بتخلق، دروس بتنكسب، والأهم لقب ملكة جمال لبنان. المسألة مسألة دقايق قليلة. رح ناخد خلالها نفس عميق ونرحب مجددا بالسوبر ستار راغب علامة اللي بيخفف دايما بحضوره وصوته أي لحظات توتر. أغنية راغب أنا اسمي حبيبك. شكرا راغب علامة اللي دايما بيطفي نكهة خاصة على كل مسرح بيطل عليه. من احضني كمان، ده انا يا ما حلمت بيك انا بس.
هذا اليوم ده كم سنة ده أنا عمري وعمرك يلا أنا اسمي حبيبك من اليوم ده نصيبة ده أنا عمري نسيبك لا لا ولا ثانية يا حبيبي يا غالي ما تريح بالي بحبك والهالي يلا عيش الدنيا خليها على الله حبيبي يلا ما تستنى الناس شايفين ان حبنا شاهدين مننا اننا اتنين والبعض خاف وحياتي تقرب قلبك مني حضني كمان ده انا يا ما حلمت بيه كمان بستنى اليوم ده كم سنه ده انا عمري وعمرك فدقوا انا اسمي حبيبك من اليوم ده نصيبك ده انا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانيه يا حبيبي يا غالي ما تريح بالي بحبك قولها لي يلا نعيش الدنيا شفت الدنيا بشكل وطعم جديد حبيت في كل حاجة فيه وبقيت من نسبة خف عليك يا حبيبي مكاني مكانك وبحبك أكتر من بيحلم قلبك فيه ده أنا لو غنيت بغني بيه وبشوف أيامي بس بيه وبحب حياتي عشان أنا اسمي حبيبك من اليوم ده نصيبة انا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانيه يا حبيبي يا غالي ما تريح بالي بحبك والهالي الله عيش الدنيا الدقائق الختامية من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2015 والدقائق الختامية مش ممكن تنسيها أبدا صبية شاركت بحدث السنة الماضية وغادرت هالمسرح ملكة
مع أمنيات وعقبات وتجارب اكتسبتها من سنة لليوم. ملكة جمال لبنان لسنة 2014 سالي جريج. أشياء كتير تغيرت من سنة لليوم. قبل سنة كانت الأمنيات على الورق، اليوم صارت حقيقة وعلى الأرض. أشياء كتير تغيرت من سنة لليوم، تجارب كتيرة خضتها، عقبات تجاوزتها ودروس تعلمتها. من كل سيدة مسكت إيدها لتعلى الإيد بوجه العنف الأسري، من كل صبية وست عم تتحدى ببيتها ومنطقتها لتنتج وتثبت نفسها، من كل طفل بطل عم بيخوض بصبر معركة يومية مع المرض، من كل طفل بطل تحمل بكير هم الوطن لما استشهد بيه ليحمي الوطن، من كل شاب عم بيحاول يوميا يظهر من لعنة الإدمان، من كل منطقة زرتها، من كل بلد قصدته، من كل محفل دولي شاركت فيه وقلت على العالي أنا من لبنان. أشياء كتير تغيرت من سنة لليوم، والليلة اسم جديد رح يلمع على الشاشة. صبية رح تعيش الحلم، تحقق أمنياتها وتتعلم من التجارب وتعرف القيمة، قيمة لقب ملكة جمال لبنان. ملكة جمال لبنان لسنة 2014 سالي جريج، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. سنة مرقت على تتويجك على هيدا المسرح، من سنة لليوم شو اللي تغير بالضبط فيك؟ وأنا قصدي على الصعيد الشخصي، عرفنا أنك خطبتي، إمتى العرس؟ مساء الخير. شعور حلو وغريب أنه واقف على المسرح بالذات. اللي تغير بحياتي مش بس على الصعيد المهني وعلى الطموح والمشاريع اللي بطمح فيها، بس كمان على الصعيد الشخصي. بحب خبركم انه العرس ان الله راد بعد جمعتين 12 يوم على الأقل، 24 اكتوبر. طب مبروك، سنة خير يعني على كل الأصعدة. شكرا لك سالي. طبعا حتبقي معنا، خطيبك معنا بالسهرة، ما هيك؟ بنحييك. صبية جديدة رح تختبر بعض لحظات تجربة شبيهة باللي عاشته سالي، وتحمل معها للسنين الجاية ذكريات وحتى دروس ما بتخلص. صبية من أصل خمسة، ضحكوا سوا، فرحوا سوا، تحدوا سوا، ورح نستقبلهم هلأ ليوقفوا لآخر مرة سوا على خشبة المسرح. تفضلي معي. صبايا وصلنا للحظة الحاسمة، صبية منكن بس رح تحمل بعد لحظات لقب حتحمله من لبنان للعالم، من هالبلد يلي كل ما بيضعف بيرجع جيله الجديد بينتفض وبيوقف وبيتحدى. بين سينتيا ونور وجوسلين وفاليري ومريا
مين اللي ممكن تكون الملكة ومين هن الوصفات. انفلوب صارت جاهزة، النتيجة طلعت، نتيجة بين ايدي. الوصيفة الرابعة، مين ممكن تكون بيناتكم؟ مين ممكن تكون الوصيفة الرابعة؟ هل ممكن تكون سينتا؟ نور؟ جوسلين؟ فاليري؟ أو ماريا؟ إذن أكيد لحظات صعبة عليكم وما حتنسوها أبدا. سامعة هيك بترشفات لهون. على العموم إذن وصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان هي ماريا طنوس. إذن بعد في أربع صبايا، ثلاث وصفات وملكة، مين ممكن تكون الملكة بين الأربعة؟ بين فاليري وسينتا وجوسلين ونور. لحظات كتير صعبة. يعني اللي عم بيصير بهاللحظات يمكن بحد ذاته هو تجربة للصبايا، تجربة عن قد ايه قدرتهم على تحمل الترقب والانتظار والتوتر والسسبنس. إذا الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان هي نور نصر الله. مبروك نور. صرنا بالمرحلة النهائية وفي شيء كتير غريب عندي على الورقة، يمكن لأول مرة بيصير. أنا فهماني صح مزبوط؟ بس بدي أتأكد. أوكي، لأنه في شيء كتير غريب على الورقة. أوكي، تفاجأوا الصبايا. أوكي، إذن انتو حتبقوا هلا بهاللحظات ثلاثة لسبب انه لأول مرة بعتقد بتاريخ انتخاب على القليلة مثل لبنان كانت تماما نفس علامة الـ first runner up مع الـ second runner up. يعني في one first runner up، في two، في اثنين، في اثنين بتضيع النتيجة، في اثنين وصيفة أولى لأنه اثنيناتهم عندهم نفس العلامة. فإذا تعادلت نتيجة الوصيفتين، والطريقة يمكن الأهين بالنسبة لإلي هون على المسرح وللنسبة للكرو هو إنه نعلن دغري اسم الملكة مش اسم الوصيفة، لأنه تلقائيا الوصيفتين حيكونوا وصيفة أولى لأنه تعادلوا كليا النتائج. إذن مين هي الملكة؟ ومين هن اثنيناتهم الوصيفة الأولى؟ فاليري؟ جوسلين؟ أو سينتيا؟ فاليري، جوسلين أو سينتيا؟ فاليري الحمد. طيب حقول شغلي،
اعلن عن النتيجه. فاليري ليه عم تبكي؟ عم تبكي لانك طلعتي ملكه جمال لبنان. اذا ملكه جمال لبنان هي فاليري ابو شاره. الوصيفة الأولى هي سينتيا سامويل، والوصيفة الأولى أيضا هي جاسلين مصلح. إذا مبروك لملكة جمال لبنان 2015 فاليري أبو شقرة. بتاج تصمم خصيصا للمناسبة العشرين لانتخاب ملكة جمال لبنان على شاشة الـ LBCI. إذا مباشرة من مسرح كازينو لبنان مبروك لفاليري أبو شقرة ملكة جمال لبنان 2015 والوصيفة الأولى سينتيا سامويل وجوسلين مصلح. بيتجدد بعد سنة من اليوم، تصبحوا على وطن عم يتجدد بدوره مع إصرار وتحديات أبنائه. تصبحوا على خير. No.